هاي الجاوة بتايلاند، هاي تايلندي. احنا وراثة من الله خلقنا، احنا نحب الطيور، من وعيت للدنيا ابوي عنده طيور، فانا اجنا هسه عندي محمية ما طويل، جميع الطيور عندي، عندي قطع، عندي فيزين، الفيزن بانواعه، عند النمري، عند التمري، عند الفرعوني، عند الطوايس، الطوايس من نوادر، عند الجاوه، عند الخوخيات، عند البيربير، عند السلفر، سلفر اوبال، نوعيات كثيره. الموسم مال من هاي من هسه من شهر النص الثالث وراي يبدا يبيض للسابع، يقوم يذب ذيله، هذا الذيل ماله موسمي، يذبه بالسابع بالحر، بالسابع نص السابع يذبه، يبدا عاد يطلع من الواحد، من الواحد للثالث الرابع يبدا يقوم يستعرض، يقوم يزوج ويتكاثر، وهاي بيضات قليله. مو تقول مثل الدجاج بيضها النادر، تبيض لها 10-12 بيضة، حطهم فقاسة وربيهن، احنا هواي بيهن من النزغار، كلهن اكل هندي الاخضر العادي الهندي، وعندنا الابيض نسميه مثلا يسموها سل الملكي، بس عندنا جاوة هسا عندي، هاي ارقى نوعية جاوة، هاي الجاوة بتايلند، هاي تايلندي. عندنا عاد امريكا استورد، انا استورد من الكويت، عندي محلق كله من امريكا، عندي خوخي، عندي سلفر بيربر، عندي اوبال، عندي بلاك، كله محلق. الاكل انا اسوي لهم اكل مثل خاص، عندنا وقت التكاثر، هن صغار نعطيهم بلت مرحله اولى حتى يسمنين يكبرين، نعطيهم بيض سلق هن صغار، وقت التكاثر بالشتاء سبات نعطيهم بروتين قوي من اللحمه، المايات يدفع الريش، ولا الامراض دائما الطاووس النشله، التهاب القصبات دائما النشله، ولا طير قوي ويتحمل الامراض، الا قحن يوكاس نسوي دورات بالماي ثلاثي رباعي بالماي تحت الجلد نعطيهم، والله ان شاء الله بالمستقبل ان شاء الله اسوي محميه، ظنيت اقضي وقتي بيهن تونس عليهن، عندي فقاسه احط البيضات كاثرهن، انا عندي طموح انا اسوي حديقه حيوانات في مدينه سامراء، مدينه سامراء جوها حلو على الشاطئ، وكثير من سامراء كثيرين عندهم هاي الهوايه وعندهم جنون الطيور من كثير الانواع، طوائس غير طوائس، على الغزلان على النعام كلهم يجنون، فاحنا مدينه سامراء يعني من دون كل المدن ما عندنا حديقه حيوانات، نطمح ان شاء الله بالمستقبل نسوي مدينه حيوانات، يا ريت اكو مثل مكان الدوله مجلس محلي تنطينا بيه، نتمنى من الحكومه المحليه ان تنطينا مكان خاص نسوي بيه حديقه حيوانات، نسوي بيه مجمع، نسوي مثل بيه سوق للبيع والشراء. بالنسبة على الأعلاف، الأعلاف غالية أسعارها كلش غالية، احنا يريدنا دعم يريدنا، وهاي جنايات مثل صعبة مو كل واحد يجناهن، بس احنا عندنا خبرة بيهن صار سنين، أليفات كلش أليفات والله أسعارهن أكو نوعيات كلش غالية، مثل هذا الجو يوصل إلى 20 ورقة الزوج، خوخيات إلى 15 إلى 20 الزوج، عندي بيربر، عندي سلفر بيربر، عندي أوبال، أنواع كثيرة. هذا بالنسبة للريش، ماله ريش جميل كلش حلو الريش، توصل إذا متر متر نوصل ريش الذيلة، هذا عادي بنهاية الموسم بس سادس ما سادس ورا يقوم يذبه، نجمعه نظيف نجمعه نحطه بسندانه وباستقبال، وننطيه مثل صديق، واحد يطلب ريشات واحد لونه هيان سندانه.